أبرز غيابات المنتخب الإماراتي المشارك في كأس الخليج خليجي 25 في البصرة في العراق. أسماء صراحة كبيرة، لكن بنتكلم بتناقش بنسولف معاكم عن الأسماء اللي ما اختاروها إنها اللي المدرب ما اختارها إنها تكون في منتخب الإمارات المشارك بالبطولة بإذن الله تعالى. علي مبخوت أبرز الأسماء الغائبة، سويت حلقة وتكلمت عنه بالتفصيل حول هذا الموضوع. عموري لن يكون موجود كذلك مع منتخب الإمارات في البصرة. إسماعيل مطر لن يتواجد مع منتخب الإمارات في البصرة كذلك. أيضا طحنون الزعابي ما راح يكون موجود. شاهين عبد الرحمن ما راح يكون موجود. خلفان مبارك كذلك ما راح يكون موجود. أعزائي المشاهدين، كيف نتوقع أو كيف نشوف أو وين نشوف المنتخب الإماراتي راح يوصل في هذه البطولة الجميلة والرائعة والأكثر من رائعة؟ عن نفسي أتمنى يا رب العالمين من كل قلبي منتخبنا يأخذ اللقب بإذن الله تعالى، لكن أيضا ما ننسى أن السعودية لعبوا في كأس العالم وتجهيزاتهم جدا قوية، قطر لعبوا في كأس العالم تجهيزاتهم جدا قوية، الكويت المتخصصين في هذه البطولة على أهب الاستعداد على ما قالوا، البحرين كذلك، سلطنة عمان اللي شفناهم غير في التصفيات، وأيضا منتخب اليمن اللي ما أخذ البطولة ولا مرة ويسعى لتحقيقها للمرة الأولى. بالتوفيق يا رب العالمين لكل المنتخبات المشاركة. خبروني عن رأيكم بالأسماء اللي قلتها قبل شوي اللي ما راح يشاركون مع المنتخب: علي مبخوت، إسماعيل مطر، عموري، طحنون الزعابي، شاهين عبد الرحمن، وأيضا خلفان مبارك. هل وجودهم أفضل ولا من الأفضل أن غيرهم يأخذون الفرصة؟ بالتوفيق الجميع يا رب العالمين، ولا تنسوني من اللايك والفولو.